بس خلينا ننوه ان احنا معانا الفيديو الخاص بمرور زي ما قلنا هو القطار الكهربائي، ويمكن ده اول مره يتعرض، ودي المحطات اللي هيقف عندها وتفرعاته زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي بالشرح من شويه. هو الحقيقة المسار هو مسار الأزرق ده ايوه المسار الأصلي ابتداء من اليسار من موقف محطة عدلي منصور مرورا بمحاذاة طريق إسماعيلية، وبعدين بينقسم عند الروبيكي في جزء الأزرق بيمتد شمالا إلى العاش ونضام ثم بالبيس اللي هي في المرحلة الثانية، وجزء اللي بيتجه اللي هو الأزرق الفاتح جنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وكان في مرحلة ثالثة من المخطط إن هي تتعمل بمحاذاة طريق السويس اللي هي الأزرق الفاتح اللي تحت، لكن دي أجلت أرجعت لما بعد، لأن في مشروع تاني هيتعمل بمحاذاة طريق السويس إن شاء الله. إن شاء الله. طيب.